خليني بقى اروح معاك كده برضو لكذا نقطة، عايزة اعرف تفاصيل عنك بقى، لان برضو في لقاءاتك المختلفة كابتن عبد الستار بيبقى في نمط معين، انا لا انا هاخدك لحتة تانية بقى. تمام. طيب كابتن عبد الستار، احنا بشر يعني كلنا بيبقى عندنا غلطاتنا، حاجات بنتعلم منها، حاجات كويسة بنعملها. انا عايز اعرف بقى كابتن عبد الستار الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش عنك وعملتها، واللي هي كوارث او مصايب بس اتلمت والميديا ما عرفتهاش، لا. وتحديدا لو عايز تحكي في الملاعب او بره الملاعب براحتك. لا هو مفيش يعني كوارث يعني جامده. انا كنت اصلا انا من نوعيه في المعسكرات من صغري بعمل ايه، مقالب كتير قوي، مقالب في اصحابي، مقالب على طول في المدربين، يعني على طول انا كنت بعمل ايه حاجات غريبه شويه. بقعد بعمل بقى مواقف كده، وبقعد بقى اجيب ماسكات وحاجات كده يعني وش وبتاع، حاجات غريبه كده نقعد انا في المعسكرات. اما حياتي الشخصيه، انا حياتي كان يعني بحب السفر كتير جدا، بحب السفر، بحب يعني انا اول ما اشوف مثلا انا في مثلا في بلد في الـ في الـ في سويسرا، انا مثلا في سويسرا اول ما اشوف اول اجازه على طول بشوف تيكت معين، بحجز تيكت اروح رايح بلد تانية مختلفة شوية، ان انا ايه ما رحتهاش، وراح اعمل هناك اقعد بقى اسهر بحاجات كتير جدا مع اصحابي، واشوف اصلا البلد دي مميزة بايه، واحط بقى ايه وهكذا. يعني ايه كان دي حياتي، كان حياتي كان كلها كده. اما دلوقتي يعني دلوقتي خلاص ما حبيتش حد مثلا من بلد تانية؟ لا طبعا، لا في مش هترتبط مثلا تتجوز باجنبي؟ انا سامع حاجه كده يمكن اشاعه. لا هما كانوا اصلا هناك كانوا بيحبوني جدا، كانوا مسموني مع يعني سموني يعني هناك يعني من خلال ايوه قالوا لي البشره ده مش في اي حته، يعني يقولوا لي صبري معبود النساء هناك اصلا يعني حاجه فوق. انا في البرتغال بالذات، في البرتغال كنت بلعب في بنفيكا، كان هم قالوا بناء على ايه هذا الاساس، انا كان في ماتش كده، ماتش مهم جدا مع سبورتنج، وانا كان ساعتها بعد المباراه حطيت الجون وكسبنا 1-0. بس رحت تاني يوم على الماتش بتاع تدريب يعني بتاع بنفيكا، احنا عندنا النادي وفي جراج بننزل الجراج بتاعنا، فباركن العربيه تحت الجراج، ورحت خلصت التمرين ورحت طالع باب العربيه، العربيه كان زي كابورليه كده بس اول ما طلعت بقى انا بطلع اخر واحد، بمشي اخر واحد في الايه في الفرقه، اقعد كده براحتي، اقعد بقى اعمل اي في ايه مساج والتدليك على يعني كل حاجه، ساونا شياكه برضو كده، بقعد مع نفسي كده، اقعد بقى امسك اسمع موسيقى مع نفسي كده بس، ورحت بطلع اخر واحد، رحت طالع طلعت بالعربيه وفاتح العربيه عشان ايه وخارج. اول ما طلعت لقيت اجواء احمد رمزي زمان دي لا والله رحت طالع لقيت الايه، لقيت كل الناس واقفه مستني يعني حوالي فوق ال 50 بنت يعني 50 كانوا بنات، كلهم بنات كلهم بنات واقول لك مصايب تقول لي ما فيش لا كان كلهم بنات وطالع كده بالعربيه كلهم واقفين بقى وكلهم وجنسيات بقى مختلفه كلهم بقى مستنيين. طب انا عايز اعرف عملت ايه بقى؟ لا ما جريت بقى بالعربيه اعمل ايه لوحدك؟ لا جريت بالعربيه جديد يعني، قعدت شويه طبعا، قعدت بقى شويه امضي بقى حاجات انتقاط وبتاع الحاجات دي. مفيش واحده منهم مره في اي وقت كانت قالت لك انا بحبك انا عايز اتجوزك؟ لا كان في واحده، شوف انا بطلع منك الكلام، انا عندي باك جراوند لا مش كله لا عندي لا كان في واحده كان برضو مذيعه كبيره قوي يعني، كانت حاجه جامده جدا وليها اسم كبير قوي في الاذاعه والقنوات، ويعني مميزه اكبر منك في السن يمكن يعني، لا كانت لا مش اكبر مني، كان كل اللعيبه اصلا كان فيجو، لويس فيجو، نونو جوميز، جوا بينتو، اسماء كلها يعني اسماء جامده جدا، كان اصلا هي مميزه، هي جميله جدا راح جايه بقى لقيتها بقى في ماتش كده، ماتشات قاعده بتتفرج، قال لهم يعني نفسي انا عايز اتصور مع صبري اتكلم مع صبري بس. بعد كده يعني ايه ابتدى ايه يعني ايه حسيت ان في ايه يعني في استلطاف وبتاع الحاجات دي كلها، بس انا برضو ايه بقول لك هناك الامور كانت ساعتها انا رايح بفكر احترافي، انا مركز في النجاح مش لا المشكله هناك ما عندك انت هدف معين، في احنا اصحاب واصدقاء والحياه،
نحن بنخرج مع بعض إن بس الاولويه لكره القدم نخرج مع بعض بالحاجات اللعيب الكوره ده لازم في هرمونات كتير في لازم صح لازم صح عشان صح. ايه طول ما قعدت بص تحرمي نفسك من تحرمي نفسك من حاجات كتير قوي كملي في ايه كل ده السنين بالظبط اه والله عدد السنين لعيب الكوره بيبقى ايه عدد معين قوي تحافظ على نفسك اكمل في الملاعب على قد ما تقدر بتاع الحاجات دي كلها عشان كده انا كنت ايه في هدف في التزام في يعني ان انا اركز في شغلي